عايزين نعرف الفروقات اللي هي بين الويكندز والويسيز. هبدأ معاكم أوضح لكم الأشكال اللي هي بتاعت الويسيز. الويسيز زي ما أنتوا شايفين رجليه، بس ده بشكال، شكال من تحت واخد فيها التماسك في الأربع أرجل، في منها بيجي فيها فلوري، أشكال زي ما أنتوا عايزين بتتعمل أنواع من الويسيز على لوستر غير اللي أنتوا شفتوه على ذهبي. ده شكل برضو الويسيز بشكال. أما الويكندز هو الشكل ده، ده الويكنز نازل طبعا مطعم بالنحاس، نحاس بأنواعه أو في هاند ميد. ده شكل برضو تاني للويكنز، ده شكل برضو من الويكنز في أوضة غرف النوم. دي أشكال الويكنز، وفي منها سفر الويكنز، في منها نوم الويكنز، كوانات، ترابيزات. أنا بس حبيت أوضح لكم الفرق بين الويسيز والويكنز. عايزين تعرفوا أكتر زورونا على الأطروش.com.